مساء الخير لأحلى مشاهدين شاشة روتانا خليجية. أرحب بكل من انضم لنا لمتابعة حلقة جديدة من سيدتي اليوم، واللي راح تكون فيها محطات متنوعة وفقرات كثيرة تفيد كل مرأة عربية وخليجية. في حلقتنا لليوم راح نتعرف على مستجدات علم الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب، وراح نستمتع بعرض أجمل أزياء المصمم عمار العابد لهذا الموسم في استديوهاتنا في أبوظبي، وراح نكشف معا 10 أسباب لكون المرأة شخصية أكثر تعقيدا من الرجل، بالإضافة إلى فقرات ثانية راح تكون من جدة والرياض. وراح أمسي في بداية الحلقة على زميلاتي في جدة والرياض، وأبدأ مع خلود. مساء الخير يا خلود، وإيش عندك لحلقة اليوم؟ يسعد مساك يا هدى، ومساء كل من تابعنا. والله يا هدى، عندنا فقرات اليوم، فقراتنا ماخذة طابع شوية أدبي فني، يعني حتكون من العيار الخفيف الظريف إن شاء الله وتعجب مشاهدينا. وشكرا أنك أعطتينا كده فكرة عن فقراتك لهذا اليوم. خليني أعرف مشاهدينا الكرام على فقراتنا في جدة لهذا اليوم. مشاهدينا، إحنا عندنا فقراتنا متنوعة، حنتناول في أول فقرة من فقراتنا دور المرأة السعودية في مجال الشعر والأدب، كمان حنتعرف ونسلط الضوء على صناع فيلم ابتسامة، هذا بالإضافة لغير من الفقرات المتنوعة والمختلفة. خليني الآن أذهب وسريعا عشان أمسي على زميلتي رنيم في الرياض. يسعد مساك يا رنيم. شكرا لك خلود، مساء الخير ليكي والمشاهدين الكرام، كل متابعي سيدتي في كل مكان. واليوم من الرياض فقرتنا بتكون على الكبسولة الذكية اللي تعالج السمنة دون جراحة أو ألم، والتفاصيل أكيد خلال الحلقة. لكن الآن اسمحوا لي أرجع إلى أبو ظبي أمسي على هدى والجميع بالخير، ونبدأ فقرات سيدتي لليوم. إليك هدى. شكرا رنيم، يعطيك ألف ألف عافية. طبعا نحن في بداية كل حلقة دائما أحب أذكر مشاهدينا أنكم تقدرون تشوفون الحلقات اللي ما شفتوها من خلال زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهر الحين على الشاشة، وأحب تفاعلكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. وأشكركم جدا لتفاعلكم مع برنامجنا، ونروح الجولة سريعة لأهم عناوين حلقة اليوم ونرجع نبدأ فقراتنا. في سيدتي بعد الفاصل، حصلت على المهر والفيلا والعقد وأنكرت الزواج. أحدث مستجدات الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب. الكبسولة الذكية علاج السمنة بطريقة آمنة ودون جراحة. الابتسامة لا تفقد من هيبتك. أجمل أزياء المصمم عمار العابد لهذا الموسم. مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين فقراتنا لليوم، والحين رح نروح مع عناوين العدد الجديد من سيدتي المتوفر في الأسواق وتحصلون فيه: نساء يرفعن شعار لا للرجل لأنه متآمر أناني. لذا ننصح الآنسات المقبلات على الزواج بمتابعة التسع خطوات للتعرف إلى الخطيب قبل الزواج في قسم دراسة. وضمن متابعة حملة سيدتي لا للسمنة، نتابع بعد 5 أشهر من العلاج وزن قاهر للسمنة خالد شاعري ووصوله لوزن 270 كيلوغرام بعد أن كان 610 كيلوغرامات. وفي التحقيقات أيضا رح نطرح قضية الأقزام كطاقات إبداعية تحتاج للمساندة في هذا المجتمع. وللشابات، إليك 5 شروط لإنجاح حميتك الغذائية المتوازنة. أما في نجوم وأضواء هذا الأسبوع، سيدتي مع حكيم وزوجته في مزرعته، وأسرار يكشفانها للمرة الأولى. الحين مشاهدينا راح أنتقل زميلتي خلود في جدة اللي راح تطلعنا على أخبارنا لليوم، أخبار المملكة. إليك يا خلود، ونبي نعرف شنو في أخبار المملكة اليوم. والله اليوم تحديدا يا هدى عندي مجموعة من الأخبار، في منها الأخبار الصحية، في منها الأخبار اللي تنحط في قالب، هي واقعية لكن تنحط في قالب كوميدي شوية، وفي يعني أخبار متنوعة ومختلفة حنتعرف عليها الآن معاك ومع مشاهدي الكرام. وخليني أبدأها بعنوان أول خبر لدينا من أبرز أخبار السعودية، واللي بيقول: السعوديون يواصلون عشقهم المفرط لدبي وإسطنبول
بالمرتبة الثانية. وفي تفاصيل الخبر، واصل السعوديين عشقهم لدبي، حيث توجه السعوديين لقضاء إجازة الربيع في دبي، أيقونة السياحة الخليجية والتي باتت تمتلئ بالسعوديين في كل إجازة يحصلون عليها حتى لو كانت قصيرة. ووفقا للمعلومات نشرتها لمعلومات نشرتها العربية نت، فإن دبي تفوقت بشكل كاسح في وجهة السعوديين السياحية خلال هذه الإجازة على إسطنبول التي جاءت في المرتبة الثانية، لكن بفارق شاسع عن دبي في عدد من الرحلات التي وصلت إلى 53 رحلة كفرق بين المدينتين خلال هذا الأسبوع. ويتوقع أن يبلغ عدد السعوديين الذين قضوا إجازتهم القصيرة في الخارج أكثر من 1 مليون سعودي. وذكرت إحصائية صادرة من الهيئة العليا للسياحة والآثار بأن إنفاق السعوديين الذين سافروا للخارج قبل عام في نفس هذه الفترة قد تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجل إنفاق السياح القادمين إلى المملكة أو المواطنين الذين يتنقلون بين مناطقها نحو 920 مليون ريال. هذا بالنسبة لخبرنا الأول واللي كان بيتعلق بالسياحة، وإن شاء الله ترجع باقية الدول العربية إن شاء الله في وضع مستقر وآمن عشان تتنشط فيها السياحة برضو هي كمان مرة ثانية. خبرنا الثاني بعنوان طبعا يتحدث عن سيدة تشهر بغريمها على الفيسبوك وتسترد حقها منهم. الخبر ملفت شوية، خلينا نتعرف على تفاصيل الخبر. شهرت مواطنة سعودية برجل أضر بسيارتها بعد ارتطامه بها ثم تنصل من المسؤولية بحجة انشغاله. وكان الرجل قد وعد بتحمل مسؤولية أخطائه ووعد بإصلاح سيارة السيدة بعدما تسبب بأضرار بها، وترك لها رقم هاتفه النقال لتتصل به في وقت لاحق، لكنه رفض تحمل المسؤولية عندما قامت بالاتصال به. بعدها نشرت السيدة رقم لوحة السيارة ونوعها ورقم هاتف صاحبها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبة منه أن يستجيب لاتصالاتهم ويحل المشكلة قبل أن تتقدم ببلاغ رسمي. وأكدت السيدة لصحيفة عكاظ أنها وصلت للنتيجة المرجوة، حيث اتصل بها الرجل وتحمل مسؤولية ما تسببه من أضرار للسيارة لتعود وتمحو ما نشرته بناء على طلبها. يعني مع أني أنا دائما بقول أنا ضد سياسة التشهير والتشهير ده شيء سيء، لكن في الخبر ده ما أقول إلا ما يجيبها إلا ستاتها. عموما خليني أنتقل مباشرة لخبرنا الثالث وهو بعنوان المتقاعدين تؤهل 100 فتاة لسوق العمل. يا ترى إيش تفاصيل هذا الخبر؟ وفي التفاصيل، ساهمت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في تأهيل 100 فتاة من بنات المتقاعدين والمتقاعدات بالتعاون مع شركة القارات للتدريب والتعليم. وقال مدير عام الجمعية الدكتور عبد الرحمن الشريف لسبق أن الاتفاقية تشمل 2000 منحة تدريبية، وأنها لا تزال هناك نحو 1900 منحة أخرى متاحة لأبناء وبنات المتقاعدين، موضحة أن الاتفاقية توفر منح تدريبية مجانية بعدد 2000 متدرب ومتدربة من أبناء وبنات المتقاعدين قابلة للزيادة. وأكد الشريف أن الجمعية هدفت من هذه الاتفاقية إلى فتح المجال أمام أبناء وبنات المتقاعدين لتأهيل أنفسهم وتطوير قدراتهم لتعزيز فرص العمل أمامهم. طبعا هذا بالنسبة لخبرنا، وننتقل مباشرة لخبرنا الرابع وهو خبر ماخذ الطابع الصحي أكثر شيء، وبنفس الوقت بيتكلم، إحنا أمس تكلمنا على متلازمة داون، اليوم حنتكلم على متلازمة جديدة لكنها شوية مختلفة، أنا شخصيا ما سمعت عنها قبل كده، لكن خلينا نتعرف عليها. متلازمة بهجت ليس مرضا منتشرا والإصابة منه محددة. طبعا في صحيفة عكاظ اللي وضحت أن ظهور حالات مصابة بالمرض أثار المخاوف والشكوك من كونه قد يكون مرضا معديا. إحنا حابين ناخد فكرة عن هذه المتلازمة أو عن هذا المرض اللي يمكن مجهول بالنسبة للكثيرين مننا من خلال ضيفنا عبر الهاتف. إحنا معنا الدكتور علي سعيد العمري، طبيب البورد الألماني والأوروبي للأمراض الجلدية والحساسية. سعد مساك دكتور. Thank you.
أسعد الله مساك أختي الكريمة وزميلاتك والأخوان المشاهدين. أهلا وسهلا بك والأخوات. أهلا وسهلا بك دكتور. أنا ماني عارفة بصراحة إيش قصة متلازمة بهجت أو مرض بهجت، ممكن تعطينا فكرة عنه؟ أختي الكريمة، هذا مرض وكما ذكرتي فعلا مرض نادر ومرض مزمن غير معروف السبب، للأسف أنه يمتد للتأثير على جميع أجهزة الجسم وأعضائه، وهو شكل من أشكال التهاب الأوعية الدموية، فيظهر في معظم الأحيان على شكل تقرحات للأغشية المخاطية في الفم، وأيضا الأغشية المخاطية في الأجهزة التناسلية، وأيضا مشاكل في العيون. طبعا اسمه يعود إلى الطبيب الذي اكتشفه، وهو يعود إلى الجنسية التركية. طيب هذا تقريبا ملخص كيف ممكن عن المرض نفسه. طيب يعني احنا نصنف هذا المرض من الأمراض الخطيرة؟ والله للأسف هذا مرض كما ذكرت لك، مرض مزمن يمتد مع المريض طول حياته، علاجه لا يوجد إلى الآن. كيف بينتقل يا دكتور؟ طبعا حقيقة المرض، حقيقة أنه ليس مرض معدي كما يعتقد بعض الناس، بل هو مرض مناعي. أقصد بذلك أنه مناعي، أنه فرط في زيادة مناعة جسم المريض، مما يجعل المناعة الذاتية في الجسم تحارب أنسجة الأوعية الدموية في جسم الإنسان السليم. أيضا يعتقد الناس أنه كونه يتمثل على شكل تقرحات في الفم والأعضاء التناسلية أن مرض جنسي أو معدي، وهذا غير صحيح أبدا. إذن هو مرض غير جنسي وغير معدي ولا ينتقل إطلاقا؟ نعم. طيب احنا حابين نعرف من حضرتك اسبابه. والله كما ذكرت لك المرض للاسف غير معروف السبب حتى الان، لكن ميكانيكيه المرض معروفه، فهي التهابات الاوعيه الدمويه. يوجد نظريات كثيره لدى العلماء يعزون ان المرض يعود الى استثاره الجهاز المناعي للجسم بسبب عوامل بيئيه والتهابات فيروسيه غير معروفه او بكتيريه، لكن يلعب الدور الوراثي أيضا دور كبير. بالتالي الجهاز مناعة الجسم يعمل بطريقة عكسية ويحارب أنسجة الجسم السليمة. طيب يعني أكيد لكل مرض أعراض، حدثنا عن أعراض هذا المرض. والله المرض كما ذكرت أنت يسمى متلازمة، ففي الطب لا يسمى المرض متلازمة إلا لما يكون اجتماع عدد من الأعراض وبالتالي يتم تشخيص المرض. المرض للأسف أنه مرض يمر بحالتين متعاقبتين، الأولى حالة حادة ونشطة، ثم المرحلة الأخرى تكون مرحلة ركود وتختفي فيها الأعراض. طبعا تتعاقب الحالتين تلك باستمرار. طبعا الأعراض الرئيسية هي تقرحات متكررة في الفم، تكون مؤلمة ومزعجة للمريض، تمتد تقريبا 15 يوم بعدها تختفي وتنتقل في مكان آخر، إضافة أيضا إلى تقرحات في الأجهزة التناسلية وتكون. طب في علاج له باختصار دكتور؟ والله للأسف العلاج فقط علاج تلطيفي. طبعا العلاج يكون على شكل كريمات ومثبطات كورتيزون موضعية، وأيضا العلاجات الأخرى تكون على شكل أدوية للجسم كامل على شكل حبوب أو إبر، تكون مثبطة للمناعة الجسم كاملة. نعم. إحنا نسأل الله الشفاء للجميع، وشكرا على هذه المعلومات يا دكتور، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على يعني نسأل الله السلامة من كل الأمراض، خلينا ننتقل مباشرة لخبر آخر بعنوان زوجة مسيار حصلت على المهر والفيلا والعقد وأنكرت الزوج. يعني غريب الخبر، لكن خلينا نعرف التفاصيل. أنهى دهاء محامي وفطنته سيناريو ابتزاز عاشه مواطن سعودي وقع في فخ زواج المسيار، فبعد أن كان يسعى للوناسة وجد نفسه فريسة ابتزاز مالي من زوجته المسيار، من زوجة المسيار وابنها والخطابة والمأذون الشرعي وشاهدي هذا الزواج، الأمر الذي دعا إلى اللجوء إلى الاستشارة القانونية لإنقاذه من الفضيحة. وبحسب صحيفة المدينة، أوضح المستشار القانوني أحمد صلاح الغامدي أنه رجل الأعمال من أسرة شهيرة عمره تجاوز 55 عاما، طلب منه إخراجه من ورطة وقع فيها، حيث أبلغه
أن معاناته بدأت عندما طلب من خطابة مقيمة البحث له عن زوجة ثانية بمواصفات محددة على أن يكون الزواج مسيار، وبالفعل وجدت له الخطابة عروس وبشروط تضمنت مهر 35,000 ريال ومبلغ مالي لشراء فيلا كمسكن للزوجية، وبحجة أنها ترغب في العيش بعيد عن ضجيج وإزعاج أولادها. وقام الزوج بتوفير الطلبات كلها مشترطا عليها أن يكون زواجهما سريا عن الناس وبالأخص عن عائلة زوجته الأولى. وعندما حان موعد عقد القران أحضرت زوجة المسيار المأذون واحتفلوا احتفالا مصغرا، وبقى عقد الزواج لديها بحجة المحافظة على سرية الزواج. وبدون مقدمات وفي طريق المعرس إلى منزل المسيار اتصل بالعروس ليخبرها بحضوره، إلا أنه فوجئ بأنها أنكرت معرفتها به وهددته بأنها لو حاول الاتصال بها أو الاقتراب من المنزل فسوف تقوم بتبليغ زوجته الأولى وعائلته وأولاده عن علاقته بها. ولم تتوقف معاناته على تلك المفاجأة، بل أنه تعرض باستمرار للابتزاز من زوجة المسيار وابنها وشخص ثالث على معرفة بها، مهددة إياه بفضيحة لدى زوجته وعائلته وأيضا في مكان عمله وفي حال رفضه إعطائهم مبالغ مالية. حينها قام الرجل بتوكيل الغامدي رسميا لاتخاذ الإجراءات القانونية في القضية، الذي استطاع إثبات علاقة الزوج بين موكله والمرأة النصابة، وتم بعدها إجراء الطلاق. وشهد الحاضرون على الطلاق من هذه المرأة من زوجها وخروجه من ورطة كادت تؤثر عليه على سمعته وعلى أسرته وعلى أولاده. طبعا يعني يمكن لا يوجد تعليق على هذا الخبر، إلا أن أنا متأكدة معظم السيدات اللي بيتفرجوا على سيدتي الآن كلهم بصوت واحد بيقولوا يستاهل. عموما مشاهدي الكرام، إحنا كانت هذه مجموعة من أخبار سيدتي لهذا اليوم، أخبار السعودية. ننتقل الآن إلى فاصل قصير ثم نعاود باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. الشابة الدائمة سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، أحدث مستجدات الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب.